للمزيد تنضم إلينا من دبي إيمان الحويزي مفادة القاهرة الإخبارية من هناك. مرحبا بك إيمان. إذا استمعنا في كلمة دكتور سلطان أحمد الجابر إلى الأهداف الكبرى والرئيسية، يرسمها محذرا أيضا من أهمية عدم إضاعة الوقت والمخاطر المحيطة بكوكب الأرض. ما هي القضايا التي سوف يناقشها المؤتمر في هذه الدورة لتحقيق هذه الأهداف الكبرى إيمان، وما المنتظر منها؟ نعم دينا، بالفعل قبل فقط التطرق إلى مسألة الأهداف الضخمة التي وضعتها دولة الإمارات العربية في مسألة التصدي للتغيرات المناخية، أريد فقط تسليط الضوء على بعض الدلالات في كلمات سواء وزير الخارجية المصري سامح شكري أو الدكتور سلطان الجابر. وزير الخارجية المصري في كلمته أشار إلى مسألة الدول الأكثر فقرا أو كيفية المساعدة وكيفية التمويل. هذا بالفعل ما كانت تتبناه مصر في كوب 27، عندما نعود بالزمن قليلا إلى الوراء، مسألة تبني القضايا الأفريقية بشكل عام وبقضايا المتعلقة بالنمو الاقتصادي وكيفية مساعدة هذه الدول في تخطي التجاوزات المتعلقة بالتغيرات المناخية. أما كلمة الدكتور سلطان الجابر كانت متعلقة أكثر بالأهداف الطموحة التي وضعتها الإمارات وعلى رأسها مسألة التكيف اللي تحدث عنها بشكل مفصل، وهذا هو هدف رئيسي لكوب 28، مسألة كيفية التكيف. كيفية التكيف هي مسألة بتتعلق بشكل رئيسي بالبند الخاص بصندوق الخسائر والأضرار الذي توصلت إليه مصر في كوب 27، واللي كان له علاقة بتقديم تمويل من الدول الغنية والأكثر طبعا صناعة والأكثر تقدما لتمويل بالمليارات إلى الدول الأكثر تضررا من التغير المناخية. فإذا يعني هي دورتان يكملتان بعضهما البعض، لكن على أي حال هذه الدورة 28 من مؤتمر الأطراف للأمم المتحدة بشأن التغيرات المناخية تحدث بشكل رئيسي حول تفعيل التواصل والحوار ما بين دول الشمال ودول الجنوب، تفعيل أكبر للجدول الزمني الذي كان من المفترض أن يتم وضعه في مسألة صندوق الخسائر والأضرار، الالتزام ب التعهدات التي تعهدت بها الدول الصناعية الكبرى تجاه الدول الأكثر تضررا من هذه التغيرات المناخية، على رأسها طبعا دول الجنوب وعلى رأسها الدول الأفريقية وكثير من الدول التي أصلا تساهم بنسبة قليلة جدا من الانبعاثات الكربونية، ومسألة تخصيص أيام معينة، هذا ما يميز ربما هذه الدورة، تخصيص أيام معينة لمجالات بعينها. يعني هناك يوم للصحة مثلا على سبيل المثال، هذا يعتبر شيء جديد في مؤتمرات الكوب، وهناك أيام للطاقة، أيام للإسكان، وأيام للسياحة أيضا، وكيفية أن تكون صديقة للبيئة وبها مشروعات مستدامة. الإمارات لها باع طويل في مسألة المشروعات التي يعني صديقة للبيئة أو ما يتعلق بالاقتصاد الأخضر كما نقول، كما هو الحال في مصر أيضا. يعني هناك ربما عدد من الأفكار، عدد من الأطروحات، لكن كلها تصب في صالح الالتزام بتعهدات الدول الكبرى ووضع جدول زمني لدفع هذه الأموال، لأنه هذا الجدول الزمني لم يتم الالتزام به. بالمناسبة دينا، بند الخسائر والأضرار هذا بند قديم جدا من التسعينيات من وقت بروتوكول كيوتو، ولكن تم التوقيع عليه بشكل رسمي من قبل هذه الدول في كوب 27 اللي استضافته شرم الشيخ المصرية في العام الماضي. وقتها اعتبر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أنه هذه تعد خطوة إيجابية في المسار الصحيح لمحاربة التغيرات المناخية. العام من 2022 وحتى هذا الوقت، يعني من كوب 27 وحتى 28، شهد يعني أسوأ فترات متعلقة بالتغيرات المناخية. تعلمين دينا أنه كان هناك أكثر من 5000 ضحية تقريبا في الفيضانات التي اجتاحت ليبيا، في جراء الإعصار دانيالي اللي اجتاح البحر المتوسط، أيضا حرائق الغابات الضخمة اللي يعني قتلت مئات الضحايا في هاواي وفي غيرها من الدول. أوروبا حتى شهدت الصيف الأكثر حرا على الإطلاق، كل هذه مؤشرات دفعت هذه الدول 197 دولة بالإضافة للاتحاد الأوروبي للاجتماع والوصول إلى حلول جذرية. طيب إيمان، هناك من يتحدث على أنه على الدول المجتمعة الآن في كوب 28 ليس فقط أن تعود كل مرة إلى كوب باريس 2015، لكن عليها أن تتجاوز التعهدات الحالية لاتفاق باريس، وإلا سوف نواجه احتباسا حراريا يصل إلى من 2.5 درجة إلى 2.9 درجات بحلول عام 2030.
كيف يمكن إذا لم نحترم أصلا، لم نحقق أصلا الهدف الأساسي من اتفاق باريس أن نصل إلى هدف أعلى وأكبر، خاصة في ظل من يتحدث عن ضرورة خفض الانبعاثات الغازات الدفيئة وما يعني ذلك يعني تقليص إنتاج الغاز والنفط. صحيح دينا، اتفاق باريس 2015 هو يعتبر مرحلة يعني تاريخية ومفصلية في تاريخ اتفاقيات المناخ كلها وفي تاريخ المؤتمرات التي انعقدت فيما يخص التغيرات المناخية، حتى انه وصف بالاكثر نجاحا. يعني مؤتمرات المناخ كانت تشهد بعض الاخفاقات وبعض النجاحات المحدودة ثم نجاح ثم اخفاق جديد، ولكن باريس تحديدا كان قد وصل الى الهدف الاساسي وهو مسألة تقليل الارتفاع في درجة الحرارة بمعدل درجة ونصف درجة مئوية. بعدها دائما ما كانوا الزعماء يتحدثون عن هذه الاهداف. تخيلي أنه من 2015 وحتى الآن لم يتم الالتزام بهذا، بل بالعكس تم التمادي في استخدام الوقود الأحفوري، وتم التمادي في وربما يعني بدرجة كبيرة من الدول الصناعية الكبرى اللي بتساهم ب 80% من هذه الانبعاثات. يعني هذا رقم ضخم جدا. المسألة هنا في هذا العام قد تبدو مختلفة، لأنه البعض يشير إلى أنه دولة الإمارات العربية المتحدة هي دولة من الدول المنتجة للنفط، وهذا ربما أمر لافت لأنه البعض أثار هذه النقطة، ولكن في نفس الوقت وفي نفس السياق تم الرد على هذا الأمر بأنه الإمارات هي دولة تدعم الاستثمارات المتعلقة بمبدأ الاستدامة، أيضا تدعم مسألة الاقتصاد الأخضر والمدن الصديقة للبيئة وكل الاستثمارات في هذا الشأن. ونقطة أخرى دينا، لديها القدرة كما قال حتى الدكتور سلطان جابر على التأثير على باقي الدول المنتجة للنفط في مسألة التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري. دولة قوية لديها قدرة، لديها تواصل، لديها إمكانية، فربما يكون التعويل أكبر. سنرى إيمان، سنتابع معك طبعا في تفاصيل الجلسات ما الذي سوف يصل إليه المجتمعون. شكرا جزيلا لك إيمان الحويزي مفادة القاهرة الإخبارية، كنت معنا من دبي.